الحمد لله، الحمد لله المتفرد بالخلق علما وإيجادا، أحمده تعالى وأشكره، يبتلي عباده تمحيصا وإسعادا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نزكو بها دنيا ونسمو معادا، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله أبان معالم المسؤوليات، فعم الحق والنور وسادا، وزجر عن التفريط فيها وكل ما جر خيانة وفسادا. اللهم فصل وبارك عليه وعلى آله الخيرة وصحبه البررة المنافحين عن الرشاد والهدى ليوثا وآسادا، والتابعين البالغين من العلياء أمجادا، ومن اقتفى أثرهم يرجو توفيقا وسدادا، وسلم يا رب تسليما يزداد ازديادا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن التقوى بلسم النوائب وترياقها، ونور القلوب وائتلاقها، ومرقاة الأرواح وإشراقها، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ألا إن تقوى الله أكرم نسبة يسامي بها عند الفخار كريم، إذا أنت نافست الرجال على التقى خرجت من الدنيا وأنت سليم. أيها المسلمون، أقدار الباري سبحانه بابتلاء الأفراد والمجتمعات والدول والسالفين من القرون الأول أمر حتم في السنن الإلهية ليس عنه محيص، واختبار للصبر بصنوف النذر وتمحيص، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. آيات قاهرة وعبر باهرة وغير ظاهرة، كوارث وجوائح، سيول وفيضانات فوادح، أعاصير ساحقة وبراكين ماحقة، وأوبئة مغتالة، وأمراض فتاكة مجتالة، تعجز عن صدها قوى الإنسان وتقاناته، وكشوفاته الدقيقة واختراعاته، ويزداد الأمر هولا وإعضالا، إن فرط الإنسان في اتقاء حدتها، وقصر واستهان بالتصون من مرتها، وما يصيب المسلم منها من كرب واعتلال أو نقص في الأنفس والثمرات والأموال إلا كان لفريق مرقاة في درجات الكمال، ولآخر كفارة لسيئات الأعمال. وجل أن يظلم الباري سبحانه ذرة مثقال، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فكم لعمر الحق في طيات الضوائق والمحن من بشائر ومنن، وكم من أمر ضنك كارب مريج أعقبه الله اليسر البهيج، وكم أدرج اللطيف الخبير من آلائه في ثنايا ابتلائه، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. معاشر الإخوة، فليحمل المسلم دائما على الخير، لا سيما إن ألم به البلاء والضير. أما صح عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أخرجه مسلم في صحيحه من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه: فيا من هصرتهم الضراء أو اجتاحتهم السيول الهوجاء، صبرا أحبتنا صبرا، سيشرق في كرباتكم بإذن الله أبهى فجر، وتحوز بفضل الديان أعظم أجر، لا تسألوا عنها السيول فإنها قدر، ومن ذا يصرف الأقدار، لكن سلوا عنها الذين تحملوا عبئا ولم يستوعبوا الإنذار. أيها المؤمنون، ومع الرضا بقدر المولى سبحانه
والتسليم لقضائه في فاجعة السيول التي لوعت الوجدان ولم يمح هديرها من الآذان، فقد حصحص في إثرها الحق وانبلج صبحها عن منهج الشفافية وانشق، ألا وهو منهج المحاسبة وتقصي مداب الفساد والإهمال والتقصير في الواجبات والإخلال والتهاون بالأمانات أو الإغلال، وذلك بنشر مطوي الخبايا والحقائق وكشف مخفي التجاوزات الدقائق التي جرت على الأمة الحواطم البوائق، بحثاً عن العلل والأسباب واستشفافاً لما وراء الستر والحجاب الناتجة عن تلك الكارثة العجاب، وما أسبابها إلا التفريط واللامبالاة والتخوض في المال العام والفرطات. فبأي وعي في الإدارة سوغوا هذا البناء ولينوا الأحجار، ما بالهم تركوا العباد استوطنوا مجرى السيول وواجهوا التيار. إخوة الإيمان، إن فساد الذمم يحيل الأمم من القمم إلى الرمم، والفساد بريد الكساد، كيف وهو مجلبة للشرور والنقم ومسلبة للبركات والنعم، ينتقص الأمن والنظام ويعبث بحضارة المجد والعمران، وذلك باستغلال ثروات الأمة واستنزاف مواردها وانتهاز قدراتها والسطو المبطن على مدخراتها، حتى أصبح الغش والتقاعس والمحسوبيات والتزوير والتواكل والرشا والتثاقل من الوسائل المأمونة والمشارب الميمونة لتحقيق الأهداف ونجاح المقاصد ودفع الغوائل والمفاسد. إن الأمانة لو علمت كرامة تولي ذويها رتبة الإسعاد، فابعد هديت عن الخيانة كم لها في أهلها من ذلة وفساد، ولا تكون تلك الخصال اللئيمة والدخائل الذميمة إلا في أدنياء الهمم الذين لفتهم الأثرة الصلفة والانتهازية الرعناء التي لا ترجع إلا إلى أحلام حمئة وأذهان صدئة لا تتحاشى من عقاب ولا تجل من تقريع أو عتاب. ومن كان شأنه العجز والجهل فليس هو للحلم أهل، يقول صلى الله عليه وسلم: لا إسلال ولا إغلال، أي لا خيانة ولا سرقة، أخرجه أبو داود وإسناده حسن. ولو علم مضيع الواجبات وغال الحقوق ومفرط المسؤوليات ما فيهما من الفساد والخيانة لزم عنهما عنانة، بل لو مثل الصدق والإخلاص لكان أسدا يروع، أو صور الفساد والاختلاس لكان ثعلبا يروغ. ألا لا لعل المتخذين مناصبهم سلما للثراء غير المشروع، ووظائفهم للانتهاز الممنوع، ومن مالأهم بعين مكحولة بالتبسم والرضا. وفي الوعيد الرعيد والزجر الشديد يقول المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول، أخرجه أبو داود في سننه. ألا فليعي هذا أحفاد ابن اللتبية المعاصرون، سلام الله على أهل النزاهة ونظافة اليد في زمن استحكمت فيه غربة هذا المسلك المستد، والله المستعان. لم يرعوا يوما ولم يتذكروا أن الفساد غصونه لم تورق وعقابهم يأتي، ولو طال المدى بالحق نسمو دائما كي نرتقي. معاشر المسلمين، ولئن أنعمنا النظر فيما تعانيه كثير من المجتمعات بل وقضايانا المعاصرة لألفينا أن مرد الفشل والإحباط والدون الكاوي كالسياط هو استشراء التقصير والإهمال والتسيب الإداري والفساد المالي وعدم التحقق بالمسؤوليات على ما ينشد فيها من كفاءات وخبرات، وذلك هو الداء الدوي الذي يعتام التفاؤل بالإصلاح والبناء ويئد المشاريع الإنمائية الناهضة والآمال المشرقة الوثابة التي تقتعد بالأمة صهوات العزة والسؤدد والكرامة والشموخ والحزم والصرامة. تلك الأمانة حين نرعاها نرى ما يدفع الآثام والأوزار، الله في القرآن أوصانا بها وبها نطيع المصطفى المختار.
أمة العقيدة. أوليس أعظم شناعة وأسوأ عاقبة ووضاعة ممن أحسن به الظن في مصالح البلاد والعباد فبددها وما وطدها وأتلفها وما ألفها استخفافا واسترخاصا وخفرا للعهد وانتقاصا، متناسيا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، خرجه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ولله ثم لله، ما إحساس يناجي الفؤاد فيحيل النفوس مرهفات أو أشد قطعا، والعزائم مهندات أو أنكى وقعا، كالتفاني في خدمة الدين والوطن ودفع الفساد عنه والأفن، والعروج به إلى أزكى فنن وأسمى قنن، لأن طمأنينة المسلم ورخاءه رهن طمأنينة وأمن بلاده، فكيف ببلاد الحرمين الشريفين حرسها الله؟ وما المرء إلا حيث يقضي حياته لنفع بلاد قد تربى بخيرها. أما الذين يبيعون دينهم ويرخصون أوطانهم من أجل عرض من مال أو لتحقيق أوهام خيال، فإن مصيرهم الهزيمة والانتكاسة والنكال. ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا، فقد ألفته النفس حتى كأنه لها جسد إن بان غودر هالكا. أمة الإسلام، ومن معالم الإصلاح ومدارجه ألا تميز في المسؤوليات ولا إبداع فيما أنيط بالمسلم من مهام وتكليفات في حقوق البلاد والعباد إلا بالمحاسبة والمراقبة واليقين والخوف من المولى الجليل والاستعداد ليوم الرحيل، قرينه العقل الرصين والعلم المتين والولاء المكين. بعد ذلك أنى تغريه الأحوال بين غنم وإيناس أو غرم وابتئاس، وذلك جوهر الأمانة وتبر المسؤولية التي تجعل من كل فرد في الأمة عنصرا يتدفق إليه الشعور بتبعات ما له من الحق وما عليه من واجبات في سبيل الحفاظ على صرح المجتمع المشمخير الربوع من كل ما يهول ويروع من الشروخ والصدور حفظ الله بلاد الحرمين الشريفين وبلاد المسلمين جميعا من البلايا والرزايا، وأمنها من الحوادث والكوارث، وسلمها من أرباب الفساد والخيانة، وأعلى شأن ذوي الصدق والإخلاص والأمانة، إنه جواد كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل خطيئة وإثم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي لغفور رحيم. الحمد لله ذي العظمة والجلال، قضى سبحانه بأن الفساد إلى دوال والخيانة إلى زوال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غياث المكروبين وثمال، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه تترى ما تعاقب شروق وزوال، وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. الأولى قمع الفساد بالمشرفيات الحداد وبليغ المقال، والتابعين ومن تبعهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم المآل. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واسعوا في طاعته ومراضيه يجعل حالكم خيرًا من ماضيه، وراقبوا أنفسكم دومًا كي تعتقوها وحاسبوها قبل أن تندموا في أخراكم وتوبقوها. أيها الإخوة الأحبة في الله، وفي عصرٍ تضاعفت فيه الكوارث وتنوعت الأزمات، فإن من الواجب التصدي لها بخططٍ مدروسةٍ ممنهجة وجهودٍ مشتركةٍ منظمة لدراسة الواقع واستشراف المستقبل الآمن بإذن الله بين الأفراد والمؤسسات والإدارات والجمعيات.
مع التمرس في استسدان القرارات الطارئة الحازمة التي تدك التلكؤ والتقصير والعشوائية والنمطية والارتجالية. وعسى أن تقر الأعين وتبتهج النفوس بهيئة عليا لإدارة الأزمات والكوارث، وأخرى لمكافحة الفساد والخيانة ترتبط بولي الأمر مباشرة الساهر على مصالح أمته وبلاده وشعبه. وإن من درر القرارات وجمانات التوجيهات التي عطرت الأرجاء بشذاها الفياح وأبهجت من الغيور الأرواح من ولي الأمر ورائد الإصلاح لا زال موفقا مسددا مكلوءا في المساء والصباح غرة عامنا الهجري المبارك الحرب على الفساد والمفسدين في كافة المجالات المالية والإدارية والاجتماعية، ومحاسبة المقصرين في كارثة السيول أيا كان شأن المسؤول، مع التأكيد على أن المحاسبة ليست من ضروب التشفي والانتقاص، كلا، بل هي عين باصرة ناقدة من ذوي الشأن والاختصاص. فقسى ليزدجر ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم، مع أن هذا المسلك لا يشكل ظاهرة بحمد الله. وهذا المنهج المرموق من الموفق الموموق لتقصي آثار المين والفساد والمحسوبية التي استزرعت بهتانا العراقيل الكئاب لهو مفتاح التغيير الذي يجلي في آفاق الإبداع والطموح، ويحفظ على الأمة قيامها وتلاحمها وتراحمها، ويعزز جانب الرقابة الذاتية وحس المسؤولية في القطاعات الحكومية والأهلية، مع تربية الأجيال على هذا الخلق العف الزكي والسلوك الشفاف السني لما يبعث في الأرواح من صوادق العزم وصوارم الإرادات نحو المجد والريادة والعلياء والقيادة والسؤدد والسيادة. يا خادم الحرمين حياك الحيا لما نفضت عن الوجوه غبارا، واسيت بالقول الجميل أحبة في لحظة وجدوا العمار دمارا، ورفعت صوتك بالحديث موجها وأمرت أمرا واتخذت قرارا. هذا وقد شمل وفقه الله المرزوئين ببالغ عنايته، فرق لهم وحن وسقاهم من نمير عطفه الغمام المرجح، فخفف وطأ مصابهم وكلومهم وواسى وضع يتيمهم ومحرومهم. جعل الله ذلك له في موازين الحسنات، وجزاه عن رعيته خير الجزاء وأوفر المقامات. أحزانها ليل ولكن الندى من أهله في أهله مشكات، يجلو ضياء القلب يصحبه إلى جفن الرضا فهنالك الجنات. أحبة الأكارم، كما دبجت الجهات الخيرية والمواقف التطوعية السباقة المتنافسة الأنموذج الفريد في التكافل والتراحم وغوث المتضررين ومواساة المكلومين والمحزونين، وأنى يستغرب ذلك من نفوس سمت بالنبل وزكت بالفضل. أدام الله بلاد الحرمين الشريفين روضة بالإحسان فواحة، وللبر والتآزر أبهى واحة، وجنبها بمنه وكرمه الكوارث والأزمات والمحن والملمات، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على سيد البرايا بأزكى الصلوات والتحايا، كما أمركم بذلك ربكم في أحسن الكتب نظاما وأبينها حلالا وحراما، فقال تعالى قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من الصلاة على النبي وآله لا تنقضي إن عدت الأرقام، تعلو بها الدرجات عند مليكنا فهي النجاة وفي الجبين وسام. اللهم صل وسلم على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين،
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في بلادنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفق ولي عهده لكل خير. اللهم لك الحمد ولك الشكر أن عاد سالما إلى أرض وطنه معافا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فأسبغ عليه لباس الصحة والعافية، واجعله هاديا مهديا يا رب العالمين، وشد به أزر خادم الحرمين الشريفين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقهم وإخوانهم وأعوانهم إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم كل إخواننا المتضررين من الكوارث والحوادث يا حي يا قيوم. اللهم ارحم موتاهم وعاف جرحاهم، اللهم اشف مرضاهم وعاف مبتلاهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جنودنا المرابطين على حدود بلادنا، اللهم وفقهم وأعنهم وانصرهم يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بالأشرار، اللهم رد عنا وعن بلادنا وعن عقيدتنا وقيادتنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار يا ذا الجلال والإكرام يا عزيز يا غفار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، أقيموا صفوفكم واعتدلوا، سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. إن هذا لَ
سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى